بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي وأحبابي الطلاب، طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية عبر قنوات المنهل التعليمية. معكم معلم المادة وائل عبد الشافي، أهلا ومرحبا بكم أحبابي الطلاب. نحن على موعد مع استكمال درس الوظيفة النحوية المعطوف، ولكن يجب علينا أبنائي الطلاب أن نتفق معا في وضع أهداف الدرس. أولا، أن يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة ومعبرة. ثانيا، أن يحدد الطالب حروف العطف. ثالثا، أن يستخرج الطالب المعطوف عليه والمعطوف في الجمل. أن يعرب الطالب المعطوف عليه والمعطوف في جمل إعرابا صحيحا. بني الحبيب، نقرأ معا. أتقن النجار والحداد عملهما. أتقن النجار والحداد عملهما. ما نوع هذه الجملة بني؟ أحسنت، جملة فعلية. لماذا؟ لأنها بدأت بفعل أتقن. النجار اسم يدل على من فعل الفعل فهو الفاعل ويسمى المعطوف عليه. لاحظ بني أن النجار ليس وحده من أتقن العمل، بل شاركه الحداد. الواو الحرف الذي دل على المشاركة ويسمى حرف العطف. الحداد اسم يدل على من شارك النجار في إتقان العمل ويسمى المعطوف. أحسنتم أبنائي الطلاب. أساعد نورة في إكمال الجملة بالحرف الناقص كما تعلمت سابقا بني الحبيب. أحب الفاكهة. أحسنت، والخضروات. رمى اللاعب الكرة فأمسكها الحارس. يذهب خالد إلى المدرسة ثم النادي. أحسنتم. نسمي هذه الحروف حروف أحسنت عطف. الواو فاء ثم. من حروف العطف الواو، وتدل على المشاركة الفاء، وتدل على المشاركة مع الترتيب والتعقيب. ثم، وتدل على المشاركة مع الترتيب والتراخي. أحسنتم أبنائي الطلاب. أستنتج. العطف هو الربط بين شيئين في الكلام بواسطة حرف من حروف العطف. من حروف العطف الواو، الفاء، ثم. يتبع المعطوف المعطوف عليه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. أحسنتم أبنائي الطلاب. نقرأ القاعدة مرة ثانية. العطف هو الربط بين شيئين في الكلام بواسطة حرف من حروف العطف، ويسمى ما قبله المعطوف عليه وما بعده المعطوف. من حروف العطف الواو، الفاء، ثم. يتبع المعطوف المعطوف عليه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. أحسنتم أبنائي. أطبق التدريب الأول. أملأ الفراغات في الجمل الآتية بحرف عطف مناسب. قطع الإشارة يتلف الأرواح. أحسنت، والأموال دلت هنا على المشاركة. قدم الحسن. أحسنت، فالحسين دلت هنا على المشاركة مع الترتيب والتعقيب. نعلم أطفالنا أن يتحدث الكبير.
أحسنت. ثم الصغير. الجهل يسبب المرض والفقر. أحسنت. التدريب الثاني: أعين المعطوف والمعطوف عليه وحرف العطف في كل جملة مما يأتي. الجملة: يتعاون الأب والأم في تربية الأبناء. حدد بني. حدد حرف العطف المعطوف عليه. المعطوف. أحسنت. نبدأ. حرف العطف هو الواو. المعطوف عليه هو الأب. المعطوف هو الأم. أحسنتم أبنائي، إجابات صحيحة. تقدم بلادنا خدمات عظيمة للحجاج والمعتمرين. حدد بني. حرف العطف تفضل الواو. أحسنت. المعطوف عليه قبله الحجاج. أحسنت. المعطوف بعده. أحسنت. المعتمرين. إجابات صحيحة. العمل المنظم يبدأ بالتخطيط ثم التنفيذ. المعطوف عليه هنا التخطيط، البداية. تمام، أحسنت. حرف العطف ثم المعطوف التنفيذ. هكذا تم ترتيب المعطوف عليه، حرف العطف، المعطوف. أحسنتم. تسلم أخوك وصديقك الجائزة. أين حرف العطف؟ الفاء. الفاء. أحسنت. المعطوف عليه أخوك. المعطوف صديقاك. أحسنت بني. بني الحبيب. تدريب الثالث: أملأ الفراغ حسب المطلوب بين القوسين. دخل الطلاب ثم آتي بجمع مذكر سالم. أحسنت. دخل الطلاب ثم المعلمون. أحسنتم. كرمت قائدة المدرسة المعلمة. آتي بمثنى. أحسنت. أحسنت بني الحبيب. وطالبتين. أحسنت. أشرف المعلم. آتي بأحد الأسماء الخمسة، باسم من الأسماء الخمسة. أشرف المعلم وأخوه. أحسنت. أيضا وأخوك. أحسنت. أحسنتم أبناء الطلاب. على تنظيم الحفل الختامي: سلم الأطفال على الأمهات في. آتي بجمع مؤنث سالم. فالمعلمات. أحسنتم. أحسنتم أبنائي الطلاب. أجعل كل كلمة مما يأتي معطوفا في جملة من إنشائي. فكر بني. الكل يفكر. كلمة الصلاة. أخوك لعبة. آتي بجملة من عندك بني الحبيب. تفضل. أحسنت. يحسن المسلم الوضوء والصلاة. أحسنت. جملة صحيحة بني الحبيب. يحسن المسلم الوضوء والصلاة. أحسنت. أيضا دخل أبوك وأخوك. أحسنت. دخل أبوك وأخوك. تفضل بني. اشتريت حلوى ولعبة من السوق. أحسنتم أبنائي الطلاب. أشكركم أبنائي. أعرب. أعرب. أستفيد من النموذج المعرب
كتب الطلاب الأمثلة ثم القاعدة. كتب فعل ماض مبني على الفتح، الطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الأمثلة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ثم حرف عطف، القاعدة معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. تمد الشمس الأرض بالضوء والحرارة. تمد، أولا هذه الجملة فعلية، تمد فعل، أحسنت. ما نوعه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، أحسنت، الضمة الظاهرة على آخره. الشمس، هنا سؤال بني، من التي تمد الأرض؟ الشمس. إذن الشمس هي التي تقوم بعمل الفعل، إذن تعرب، أحسنت، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الأرض، ماذا أمدت الشمس؟ أمدت الأرض، مفعول به وقع عليه فعل الفاعل أبنائي، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنتم. الباء حرف جر، أحسنتم. الضوء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أو تحت آخره، أحسنتم. الواو حرف عطف. الحرارة معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على تحت آخره، أحسنتم أبنائي الأحباب. هذا التدريب أتعلم وأتسلى سأضيفه إليك يا بني الحبيب، واجب منزلي مع واجب الشير إيديو ورقة العمل. يبقى الواجب المنزلي مع أتعلم وأتسلى الدخول إلى منصة الشير إيديو ثم الإجابة عن ورقة العمل، وإن شاء الله غدا سأضع لكم الإجابة عن هذه الورقة في منصة الشير إيديو. في النهاية نرجو أن نكون وفقنا في عرض الدرس مع تمنياتنا لكم بالدوام التفوق والنجاح، مع تحيات فريق العمل بمدارس المنهل.